يمكن احنا برضو يا كريم اتكلمنا امبارح عن موسيماني والموقف اللي اتعرض ليه من قبل بعض الجماهير، وبنأكد بعض الجماهير اللي اساءت ليه خلال رحلته لجنوب افريقيا، وهو اتكلم عن الموضوع ده على فكره يعني في المؤتمر الصحفي. وبنتكلم ان بقى هنا اعكس روح بقى لجماهير الاهلي اللي احنا دايما بنقول هم السند وهم الداعم، ما بيسكتوش في حق اي اهلاوي بصراحه. في كان تدشين لهاشتاج بالامس نحن ندعم موسيماني، كان باللغه الانجليزيه، اتصدر تويتر بشكل كبير جدا، واتحرك كمان من الصفحات الاهلاويه الكبيره، كان في تفاعل كبير جدا معاه، وقدروا خلينا نقول يعني الغرض من ده او الرساله اللي وصلت ان هم يعني بيدعموا فيها المدير الفني، وفي نفس الوقت بيقولوا له احنا في ظهرك. فمهما كان في بعض التجاوزات في حق موسيماني من قبل برضو البعض في جنوب افريقيا من المشجعين يعني، لكن اعتقد هو برضو ليه جمهوره الاهلاويه، واعتقد برضو في جماهير في جنوب افريقيا كانوا في قمه الاحترام، وده برضو شفناه من خلال الفيديوهات لما كان في مران الاهلي وسان داونز تقريبا من 4 5 ايام، وكان في ناس هناك لابسين تيشيرت الاهلي وحرصوا على ان هم يسلموا على موسيماني. فده موجود وده موجود، دي نموذج، دي نماذج ودي نماذج. فيعني مش عايزين اكيد نجمع نقول ده جمهور سان داونز او ده جمهور يعني الجنوب افريقي، لا. وبالنسبه للنادي نفسه يعني امبارح كلنا شفنا وحضرنا ان كان في اعتذار رسمي من نادي سان داونز عن الممارسات اللي حصلت مع بعض او من خلال بعض الجماهير اللي هجمت بيتسو موسيماني قبل المباراه مباشره، وشدد سان داونز في بيانه على ان ما حدث هو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهه والاحترام وغيرها من القيم التي يتمسك بها النادي. طالب كمان سان داونز كل جماهيره بضروره الابتعاد عن اظهار اي شكل من اشكال عدم الاحترام، وان يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي، مشددا في الوقت نفسه على التقدم باعتذار رسمي للنادي الاهلي عما حدث. قال البيان: نود الاعتذار للنادي الاهلي وكل من يرتبط بالنادي، واكد سان داونز انه سيحقق فيما حدث، يعني اللي حصل ده مش هيمر مرور الكرام. ده بقى الاحترام، او هي دي المشاهد اللي احنا فعلا حابين نشوفها دايما في كره القدم. اكيد بيبقى فيه تعصب، اكيد بيبقى فيه ناس يعني بالنسبه لهم الفريق اللي بيشجعوه ده حياه او موت، الكلام ده جميل جدا ويسعدنا لو احنا هنتكلم عن الاهلي اكيد، ولكن برضو لازم نكون حاطين في الحسبان ان احنا دي رياضه ولازم يكون في روح رياضيه. احنا ما بنشوفش الحمد لله ده من جماهير الاهلي، ولكن اذا تعرضنا ليه في يعني في الخارج او من قبل اي فريق اخر فكويس جدا ان لمسه زي دي اتعملت، ده شيء في قمه الاحترام يعني. وبعدين لو احنا هنتكلم برضو يا كريم عن موسيماني، هو يعني تولى تدريب سان داونز بنتكلم 7 سنين يعني، وكمان قادهم لفوز بشكل كبير في العديد كمان من الالقاب، مش لقب واحد او بطوله واحده، كان ومحليا وقاريا بالظبط، ابرزها دوري ابطال افريقيا المره الاولى في تاريخ النادي، اصلا ده كان 2016 طبعا. يعني ما نقدرش نقول ان الراجل اثر معاهم، وهو يعني اعتقد برضو يعني بنفسه كان شايف ان الاساءه دي ليه على اي اساس يعني. هو امبارح زي ما احنا كنا بنقول هو كان بيقول انا بسال نفسي ايه اللي انا عملته عشان الفريق ده ما خدش منهم احترام من اجله يعني. فعلى كل حال بنقول مره ثانيه موسيماني اكيد احنا معاك، جمهور الاهلي معاك، احنا بندعمك ولا يهمك، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، ودي كره القدم يعني. فكرة التعصب نفسها المبدأ في حد ذاته مبدأ تعيس وشيء حزين جدا يعني، في أي طبيعي شيء، في أي شيء طبعا حقيقي. بس أنا بكلمك على إيه يعني، دلوقتي أنا راجل أهلاوي حلو، بشجع النادي الأهلي بكل ما أوتيت من قوة وبتنفس النادي الأهلي، هل ده معناه بالضرورة أن أنا مثلا أهين أو أجرح في المنتمين لنادي تاني أو حتى مشجعين نادي تاني؟ مستحيل مستحيل، يعني عجيب جدا هذا الأمر.